إليكم فضيلة الشيخ، ما المقصود بالبدعة؟ وهل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ المقصود بالبدعة إحداث شيء في الدين ليس منه ولا دليل عليه من الكتاب والسنة. إحداث شيء في الدين من العبادات ليس عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فليس في البدع شيء حسن، كلها ضلالة. الذي يقول هناك بدعة حسنة هذا يخالف الحديث كل بدعة ضلالة. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، وأنت تقول لا، فيه بدعة حسنة؟ ليس هناك من البدع شيء حسن. نعم.